السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل وهام، عشية غرار بارجة فرنسية، اليمن يكشف تفاصيل استهداف بارجة غربية من البحر الأحمر، وإلى الوقائع. أكدت القوات اليمنية اليوم الاثنين فرار بارجة غربية من البحر الأحمر عقب استهدافها، وذلك بالتزامن مع تأكيد أقمار صناعية انسحاب فرقاضة فرنسية من موقع سفينة النفط المشتعلة سونيون بالبحر الأحمر. وتداولت وسائل إعلام رسمية تابعة لحركة أنصار الله الحوثيين تصريحا منزوبا لمصدر في قوات البحرية اليمنية تحدث فيها عن فرار فرقاضة غربية حاولت اعتراض الهجوم على السفينة سونيون. وأوضح المصدر بأن الفرقاضة حاولت اعتراض الهجوم اليمني قبل أن تتعرض لهجوم ثاني بزورق مفخخ أجبرها على الانسحاب. وتأتي هذه المعلومات عاشية كشف صور أقمار صناعية مغادرة فرقاضة فرنسية موقع السفينة سونيون. وكانت الفرقاضة الفرنسية تحاول منذ أيام سحب السفينة سونيون التي لا تزال النيران تشتعل فيها منذ استهدافها نهاية الأسبوع الماضي. وفشلت الفرقاضة الفرنسية بقدر السفينة في ظل فشل محاولات إرسال سفن للسيطرة على الحريق على متنها. ولا تزال السفينة عالقة وسط الممر البحري بين اليمن وأرتيريا وفق مصادر ملاحية. وكانت البعثة العسكرية للاتحاد الأوروبي والمعروفة بإسبيدس أكدت فشل مساعي إنقاذ السفينة التي تقل نحو 150 ألف طن من الوقود الخام. أشارت البعثة في بيان جديد لها إلى أن النيران لا تزال مشتعلة بالسفينة، مؤكدة في الوقت ذاته عدم تسجيل أي تسريب للنفط منها. يذكر أن البحرية الفرنسية كانت أكدت قبل أيام تعرض بارجتها لهجوم بزورق محمل بالقنابل حسب وصف البحرية الفرنسية. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.